نشوف الكابتن محمود الخطيب وإيفنتينو بالصورة بعد المباراة، وشوفوا النادي الأهلي. هو ده الحديث اللي دار بعد فوز النادي الأهلي بالبرونزية، وشايفين سعادة إيفنتينو، المهندس هاني أبو ريدة هو موجود في الكادر وفي الصورة، الكابتن محمود الخطيب، مهندس خالد مرتجي. لقطة حلوة، لقطة مشرفة، لقطة معبرة. لما حاجة بقى من الكواليس في الحوار اللي انتوا شايفينه ده، إيفنتينو بيتكلم عن النادي الأهلي وروح اللاعبين داخل الملعب، وسمعها كتير في المدرج، روح الفانيلا الحمراء. فكان بيعلق، هو ايه موضوع روح الفانيلا الحمراء ده؟ ايه روح اللعيبه في الملعب؟ حتى بيشاور على قلبه. الصوره معبره، الصوره معبره جدا. اللي عايز يعرف ويشوف قيمه الاهلي يشوف كابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، وهم واقفين مع رئيس الاتحاد الدولي، وهو فرحته وسعادته حتى بنجاح البطوله، والجماهير الموجوده، الجماهير المصريه والجماهير الاهلاويه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، وهو شايف جمهور النادي الاهلي في الدوحه ما شاء الله الاستاد كامل العدد، في الامارات كامل العدد، في المملكه العربيه السعوديه الاستادات كامل العدد، وكأن أي بطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي النادي الأهلي نجاح بنسبة 100%. هو ده النادي الأهلي يا جماعة، هو ده النادي الأهلي. شوفوا الناس وتعبيرها وروحها على النادي الأهلي بيتكلموا إزاي. وإحنا هنا هرجع وأقول تاني، الناس دايما تقلل من نجاح النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. وحتى لما النادي الاهلي يعني كسب امبارح امام فرقه سيراميكا كليوباترا، وهي بقول لحضراتكم فرقه محترمه، نادي محترم، عنده نظام، عنده جهاز فني، عنده لاعبين على اعلى مستوى. وشوف كفاح النادي الاهلي امبارح ولاعيبه النادي الاهلي، رغم التعب ورغم الارهاق ورغم ضغط المباريات ورغم السفر، تحس ان في كفاح. روح الفانيلا الحمراء اللي كان بيتكلم عنها إيفنتينو وريناها لحضراتكم دلوقتي. استوقفنا أيضاً